يا هلا ومرحبا فيكم مرة ثانية مشاهدينا. عبد الله من المتعارف عليه محليا وخليجيا وعربيا أن الكويت مصدرة للثقافة منذ تكوينها، والآن نستضيف أحد هامات الثقافة في الكويت الأستاذ القدير عبد العزيز سريع. أبو منقذ يا هلا ومرحبا فيك. مرحبا فيكم وأهلا وسهلا. حياك الله يا أبو منقذ، منورنا اليوم في ليالي الكويت. تسلم، بارك الله فيك. سلمك، ونبي نطمن كل الشعب الكويتي على صحتك من البداية. الحمد لله. الحمد لله. أنت شايفني شلون؟ بخير وعافية يا رب. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله ونشكره على كل حب. يعني أشكر كل اللي سألوا عني واللي تواصلوا معي سواء في الكويت أو خارجها أثناء فترة العلاج. أنا ممتن لكل هؤلاء، ويمكن أخص بالذكر إذا أذنتوا لي أربعة أشخاص. أكيد، تفضل. الأربعة هذيلة الراحل العزيز محمد السنوسي، رحمة الله، اللي في الأيام الأخيرة وفي لحظات الحرجة أصر على أنه يسمع صوتي ويكلمني، هذا أثر في نفسي كثيرا. كذلك الأستاذ الكبير عبد العزيز المفرج، نعم، شادي الخير حقيقة، يعني كثر خيره، مع أنه غير قادر على النطق إلا أنه لفظ اسمي وهو يكلمني بالتليفون، وأعطى التليفون لابن علي يعني يكمل الكلام. لا لا. أيضا زميل الأستاذ عبد الله الحبيل، أيضا كان وهو يجري عملية في المستشفى أصر على أنه يسمع صوتي ويكلمني أثناء فترة علاجي في لندن. ويمكن أشير إلى باعتزاز للموقف النبيل لمعالي وزير الإعلام الأخ عبد الرحمن المطيري، هي أيضا تواصل معي في أثناء فترة العلاج. الأربعة أخصهم، والعموم الإخوان والأصدقاء والأحبة والأسرة، يعني أعداد كبيرة الحمد لله، تدل على أن نحن في الكويت يعني نتعاطف مع كل واحد فينا إذا ألم في مرض ولا أصابته مثلا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أي شيء يكدر الخاطر. نعم. أجر وطهور إن شاء الله، ويا رب يعطيك ويعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله. أكيد، ومو غريب يعني هذا الاهتمام من كل أهل الكويت لعلم من أعلام الثقافة عندنا بالكويت مثل الأستاذ عبد العزيز. اليوم إحنا يعني بروح أول شيء بالبداية إلى مسرح الخليج، وهو يعني أول مسرح أهلي بعد وجود المسرح الشعبي والمسرح العربي بالكويت، لكن كانوا هم يعني تحت مظلة وزارة الشؤون. حضرتك مع المؤسسين اتجهتوا إلى أنكم تكونون في القانون الجديد كأول جمعية نفع عام ويؤسس مسرح الخليج. خلينا نتكلم شلون تم تأسيسه. هو مجموعة من الإذاعيين تفاهموا على أن يكونوا الفرقة. كان قبلها محاولة فرقة المسرح الوطني، أسسها صقر رشود وعبد الله خلف ومجموعة من الزملاء، ولكن لم يكتب لها الاستمرار. وكان صقر الله يرحمه يعني كان يعني قرر على حسب مروالي لأنه خلص ما عاد في يعني عنده استعداد يحاول محاولة أخرى. كان تجربته مع المسرح الشعبي ثم المسرح الوطني، وبعد ذلك قرر أنه يصرف النظر. لكن الإذاعيين فكروا كلهم، وناس منهم كانوا معاه في المسرح الوطني منهم عبد الله خلف الله يعطيه الصحة والعافية، فكروا بتأسيس فرقة وحشدوا لها أسماء، حتى في أسماء لها ما لها علاقة بالمسرح بس انضمت لقائمة التأسيس. كان لازم أن يعني يوقعون على هالتأسيس عدد من الأسماء؟ بالضبط، كان 18 واحد. كان فيهم مجموعة من الإذاعيين تضامنوا مع زملائهم وحطوا أساميهم في التأسيس، لكن لم يمارسوا أي شيء، أي دور في المسرح، مثل الأستاذ الراحل محمد أحمد المؤمن، مثل عبد الله الرومي، مثل سعيد الرفاعي. فنانة حياة الفهد أعتقد كانت من الأسماء. لا، حياة الفهد، لا، حياة الفهد ممثلة يعني. أنا سميت اللي ما لهم علاقة في موضوع التمثيل. التمثيل أو الكتابة أو الإخراج. صح. لكنهم تضامنوا، يعني جاسم الشاب أيضا، حمد سعيدان، مجموعة يعني كبيرة الحقيقة. فأشهرت بالرقم 11 عام 1983،
63 كأول فرقة أهلية تؤسس بهذا القانون. أنا في الفترة التالية لذلك بحكم علاقة الصداقة اللي تربطني بصقر جيت على أساس أتفرج أشوف بالضبط أول تجربة لهم في نفس السنة، وكانت مسرحية قصيرة لدعم صندوق جمعية الفنانين الكويتيين، وهي في طور التأسيس لأنها تأسست عقب فرقة مسرح الخليج جمعية الفنانين. بعد ذلك شفت نفسي عضو معهم، يعني ما أدري شلون انضميت عضو وابتليت يعني. إذن كيف كانت أبو منقذ بدايتك مع المسرح، خصوصا أنك أنت لم تبدأ ككاتب أو كمنتج بانضمامك لفرقة مسرح الخليج؟ لا، أنا انضميت لأن أصدقائي فيها. نعم. في الحقيقة يعني هو كان صقر الله يرحمه، الله يرحمه، زميلي في العمل ومحبوب لعبد الله الله يعطي الصحة، وفي مجموعة أيضا من الإخوان كان عبد الرحمن الصالح العيسى. وبعد ذلك عندما اقتربت من المجموعة الأخرى الأخ منصور الله يرحمه، عبد السفاد الله يرحمه، كوننا علاقة طيبة معهم وانخرطت في. إذا صداقتك مع صقر رشود الله رحمة الله عليه كانت تسبق انضمامك إلى مسرح الخليج، بل وربما هو كان السبب في انضمامك لهذه الفرقة. لا، لأن أنا علاقتي فيه قديمة، يعني لأن كنا نعمل في دائرة المعارف في حينها في مخازن الشويخ، كنت أنا أمين مخزن 13 وهو الفني مال مخزن 14 ومعاه الأخ محبوب العبد الله، فتعرفنا هناك. يعني أنا محبوب طبعا عارفه قبل، فتعرفنا أثناء العمل، أنا 13 وهم 14 قريبين من بعض، فصارت يعني محبوب عرفني على صقر، وبعدين اكتشفنا ان عندنا ميول مشتركه يعني، وشهدت يعني نشاطه والكتابي ومحاولاته انه يفعل شيء، شهدته من بداياتها المبكره يعني، حتى عندما كتب تقاليد وبعد ذلك كتب فتحنا، كل هذه شهدتها يعني بنفسي، وبعد ذلك صارت صحبه يعني قويه. نعم، في هذه المرحلة يعني، والحديث لما يكون دائما عن راحل صقر الرشود يخلينا نروح إلى راحل محمد النشمي وأيضا زكي طليمات. نعم. وأثرهم يعني للمسرح الكويتي، وأيضا بنتكلم بالبداية علاقتك يعني فيهم، مش كثر أثروا في مسيرتك أبو منقذ؟ محمد النشمي رائد من رواد المسرح، لكن الرائد الأول في الحقيقة للمسرح في الكويت هو حمد رجيب. حمد الجيب هو يعني تلميذ لزكي طليمات في القاهرة، وقبل ذلك كان عنده جهود، قدم في المسرح في المدارس، قدم نشاط قوي، ومنها المسرحية اللي قدمت 1938 واحضروها الناس كلهم، وكافأهم فيه الشيخ أحمد الجابر في حينها اللي تقدمت 1938، كان هو مثل فيها دورين حمد الرجيب، وقدم بعد ذلك كثير من الأعمال بإخراجه وإعداده، حتى كتابة عمل كتابة مع أحمد العدواني. فيعني جهود حمد الرجيب هي الأساسية، والجدير بالذكر أنه أيضا هو على صلة بمحمد النشمي، علاقة أنهم اثنين هم مدرسين وعملوا مع بعض في أعمال مسرحية، وهو اللي ساعده على أن يشتغل فرقة، وعمل الإنجاز اللي قدمه أحمد النشمي هو أسس فرقة لأول مرة في الكويت. صحيح. فرقة، وبعدين أيضا له سوابق أنه هو كتب ألف وأخرج ومثل دور مرأة ودور رجل، وأيضا له فضل في أن عود الناس على عادة الذهاب للمسرح وقطع التذكرة
يعني تذكرة مأجورة. كانت الدرجة الأولى 15 ربوية، والدرجة الثانية 10 ربويات، والدرجة الثالثة 5 ربويات. أنا حضرت كل عروض المسرح الشعبي هذه كمتفرج، وكنت سعيد فيها وتفرجت، وكان يعجبني صالح الجيري الله يرحمه، كان يمثل من جملة الممثلين، مبدع كان، وعبد الله المنيس وعبد الرزاق النفيسي، وطبعا أستاذ النشمي. وعلاقتنا بالنشمي علاقة ودية وطيبة من أحلى ما يمكن. أما أستاذنا زكي طليمات فطبعا أفضاله كبيرة على الحركة المسرحية في الكويت، كما أفضاله أيضا على الحركة المسرحية العربية في مصر وفي تونس وفي بلدان أخرى، يعني بعضها مارس مثل ممارساتها في الكويت، وبعضها نصح نصائح وقدم تقارير. فزكي طليمات ما من شك، يعني أنا بالنسبة لي كشخص يعني زكي طليمات نظم مسابقة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتأليف المسرحي، وأنا قدمت ضمن الناس اللي قدموا فيها وفزت بالجائزة. يعني أنا فزت بجائزة 3 فصول، وزميلي الدكتور حسن يعقوب العلي رحمة الله عليه فاز بجائزة المسرحية من فصلين ما شاء الله. فهذا كان أيضا كتب لي رسالة جدا رقيقة ومهذبة يهنيني ويطلب أن أعدها للطباعة وهالشيء. فطبعا أثر أيضا الأستاذ زكي أن قدم هالنخبة الممتازة من الكتاب ومن الممثلين، يعني من زكي طليمات كسبنا نجم النجوم عبد الحسين عبد الرضا رحمه الله عليه، وفي الكتابه سعد الفرج اللي قدم 4 مسرحيه كتبت في المسرح الكويتي عشت وشفت وارق مسرحيه. ايضا كسبنا خالد النفيسي خفه الظل المتناهيه، كسبنا العملاق عبد الرحمن الضويحي، يعني شوف الاسامي، غانم الصالح، مجموعه كبيره يعني قدمها زكي طليمات. لذلك جهوده تذكر وتشكر حقيقه. على ذكر هؤلاء الفنانين الكبار أبو منقذ، لربما علاقتك مع الفنانين هذه قوية، وكونت كذلك صداقات مع الفنانين، أحدهم مع الفنانة القديرة أم طلال سعاد عبد الله، تنضم لنا الآن من خلال اتصال هاتفي. أم طلال حياك الله. يا هلا يا هلا، مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. يا هلا ومسهلا وانتي طيبة وبخير. أم طلال، علاقتك مع أبو منقذ طويلة وما شاء الله، وصداقتكم قديمة، واللي وصلنا وإن احنا نعرفه ان انتي كنتي معاه أول بأول في رحلة العلاجية الأخيرة، وكنتي دائما تطمنين على صحته. ودنا نعرف عبد العزيز السريع اللي تعرفه سعاد عبد الله أم طلال. اولا علاقتي بمنقذ اقوى من علاقه مصطلح صداقه. بمنقذ بالنسبه لي اخو وزميل مشوار طويل، ما ابالغ اذا قلت معلم، لانه لما بدات بداياتي كنت صغيره وبمنقذ يذكر هذا. دائما بمسيرتك، اي انسان بمسيرته يحتاج، بالذات البدايات يحتاج مرشدين، يحتاج ناصحين، يحتاج موجهين. أنا بالنسبة لي في بداياتي أول ما ظهرت في مجموعة أدين لهم بهذا الشيء، وعلى رأسهم العزيز أبو منقذ. نعم. أيضا أنا عملت لأبو منقذ عمل أنا دائما أفتخر إني أولا أعمل مسرح الخليج أغلبهم كان قاسم مشترك من بدأنا، أعتقد حتى من الأعمال اللي عمل لها أدابتيشن وتكوتت من بيت الدمية والدرجة الرابعة، هي بيت الدمية أبو منقذ يذكرني، لأن أنا ذاكرة بدأ أبو منقذ وايد أحسن من عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن. بيت الدمية والدرجة الرابعة، الدرجة الرابعة هذه المسرحيات كانت في بداية الستينات أو منتصف الستينات. صحيح. بس أنا عملت المنقذ كلمات متقاطعة، كانت عبارة عن دراما سهرة واحدة
مدتها أعتقد ساعة، أنا وصقر الشود، من الأعمال الدرامية التلفزيونية اللي سابقة عصرها، كانت عبارة عن قضية بين زوجين، الساعة كلها شخصيتين يعني أنا وصقر الشود، هذه من الأعمال اللي أعتز فيها. أنا هذه ما أنسى هالشيء يا سعاد، ما أنسى الحضور البهي اللي طلعت فيه. أنا أذكر لمن القرار الأخير اللي بدعت فيها، وأيضا كلمات متقاطعة كانت إنجاز يحسب لك أنت ولصقر، يعني إذا كان النص جيد فاللي جعله أكثر جودة هو حضوركم الجميل أنت وصقر. نعم أم طلال، إذا نفس ما تفضلت كذلك بمنقذ يشيد في أدائك في هذه الأعمال اللي شاركت فيها معه. لا، هي كل أعمالي كانوا هو وصقر بالنسبة لي أساتذة، يعني تعلمنا منهم. يعني أنا صحيح بدأت بداياتي مع الأستاذ محمد النشمي والمسرح الكويتي كما يعلم بمنقذ يعلم الجميع، لكني أنا من الأشياء اللي صقلتني مسرح الخليج. مسرح الخليج يعني أنا صقل موهبتي، تبناني مسرح الخليج. مسرح الخليج قدمت من خلاله أعمال استثنائية، وسافرنا فيها برا في وقت مبكر، يعني عملنا أعمال وشاركنا وعرضناها مثلا في القاهرة ومهرجان دمشق المسرحي، يعني في وقت مبكر جدا. تعلمت منهم وايد أشياء، الالتزام، تعلمت الانضباط، تعلمت حسن الاختيار، تعلمت أني أقرأ. يعني صقر كان دائما يوجهنا، وبمنقذ طبعا المجموعة اللي كانت موجودة بمسرح الخليج في ذاك الوقت مع الأستاذ سليمان الشطي، مع الأساتذة اللي كانوا في 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 ذيك الفترة في مسرح الخليج، كنا أسرة جميلة رائعة. للحين يعني نسترجع ذيك الذكريات والرحلات خارج الكويت والأعمال وحماسنا والأعمال المسرحية، كان الدافع الأول والأخير هو شو نسوي وشو نقدم وشون يستقبلوننا الناس برا وشين قال على الكويت. يعني فعندنا مخزون عظيم. أنا شخصيا عندي مخزون عظيم جميل، يعني أسترجع بين فترة وفترة لاشتغالي وأعمالي مع مسرح الخليج وزملائي وعلى رأسهم العزيز أخوي بومنقذ. أكيد يعني قدمتوا صورة مشرفة أم طلال للفن الكويتي من خلال هذه البدايات اللي رسمت خط الثقافة والفن عندنا في الكويت وبالخليج وبالعالم العربي. أكيد حضرتك وأبو منقذ والأسماء الكبيرة اللي كانت معاكم في هذا المشوار، احنا بنستغل اتصالك اليوم أم طلال، وسمعنا عن عمل مسرحي أو أوبريت راح يكون إن شاء الله قريب خلال الاحتفالات الوطنية، وكل عام وانت بخير، إذا ممكن نعرف تفاصيله. هذا عمل مسرحي طبعا أنا مو مجال إني أذكره، بس كمان يسمع أبو منقذ لأن أنا يهمني أبو منقذ رأيه في أي شيء أنا أقدمه. عمل مسرحي هو الأقرب للدوكيومنتري من إنه الكويت في عيون الآخرين عبر التاريخ، فمكتوب بشكل جميل وحماس الشباب اللي موجودين اللي بيشتغلون فيه على كل الأصعدة، من الإخراج، من عبد الله عبد الرسول والسينغرافيا، وأشوف اهتمام جميل فيه، وإن شاء الله يكون بالفعل قد حلمنا. يعني إن شاء الله أكيد ترجعين تنورين المسرح. الأعمال اللي تعملها سعاد وزميلتها العزيزة حياة يعني هو من مفاخر مسرح الخليج، واحنا يعني كزملاء نعتزينا بهذه الموهبتين الكبيرتين اللي اثبتوا حالهم على مدار السنين، وعسى الله يعطيهم الصحه والعافيه. الله صحيح. يعني سعاد يعني كانت بنيتنا الصغيره اللي احنا احتضرناها من البدايه، وعندها قوه حضور وموهبه كبيره اثبتتها على مرور الايام وما زالت. أكيد ما زالت تبارك الرحمن. يعطيها العافية أم طلال، يعطيك العافية، ومشكورة على وجودك معنا، وفعلا فنانة قديرة ومشوارك يسجل في التاريخ. شكرا جزيلا لك أم طلال.
شكرا لكم ان احنا الليله شفنا استاذنا الكبير من خلال شاشه تلفزيون الكويت. الله يعطيه الصحه والعافيه. ويعطيك الصحه والعافيه، شكرا جزيلا لك. نرجع بالحديث لك بمنقذ السؤال، بما احنا قاعد نتكلم عن مسيره الفنانين وعن كتابتك ووجود الفنانين وتجسيدهم لكتاباتك في ذاك الوقت، لما يكتب الاستاذ عبد العزيز السريع، هل وهو يكتب يتصور الشخصيات على ناس معينه وهو صاغ لها هذه الادوار، ام ان هل الشخصيات تاتي قبل الكتابة أم الكتابة تولد هذه الشخصيات؟ لا، وأنا أكتب بمعزل عن يعني اللي راح يقدمون اللي راح يمثلون، يفترض بأن يعني أن راح يقدمها ناس. وصحيح أن الكاتب إذا صار ضمن المجموعة ويعرف يعني مجموعة العاملين والممثلين والمخرج والفنيين يعرفهم جيدا، يمكن يخطر في باله أثناء الكتابة، لكن هو بمعزل عن الممثلين يكتب نص قابل للتمثيل من أي فريق وفي أي مكان وفي أي زمان حتى. فمؤكد أن في أحيانا يكتب الإنسان وفي ذهنه، يعني من لما القرار الأخير أنا كاتبه وفي ذهني سعاد صحيح. ولما كتبت مثلا بعديش كان في ذهني محمد المنصور، ما في ذهني غيره. حتى أن لما الفرقة قررت، لأن محمد كان في وقته محجوز المسرح عندنا وجاهزين، كان محمد بيسافر في رحلة للبي بي سي للتدريب من قبل التلفزيون والإذاعة والإعلام يعني، مضطر يعني. فقال ساقر نشوف يعني ممثل آخر، قلت له أنا كاتب وفي ذهني محمد. نعم. فأرجوك نأجل. من هنا عاد أجبرونا أنا وصقر أن احنا نعوضهم بعمل بديل، عملنا 1 2 3 4 بوم. اي نعم. وبعد ذلك لما رجع محمد المنصور أدى المسرحية. على طاري هذه الأعمال مثل ضاع الديش، بخور مجاسم وغيرها من الأعمال، بداية فرقة مسرح الخليج كانت يعني في خط مختلف، حضرتك مع صقر رشود رحمة الله عليه قدمتوا فن مختلف بالبداية عن المسرح الشعبي ولا المسرح العربي، كان شوي جاد وبعدها يمكن انتقل إلى مسرح شوي أخف محب للجمهور أكثر. خلينا نتكلم على هذه الانتقال اللي صارت، وشلون كان يعني مسرح يعني وخط جديد في المسرح الكويتي. احنا يعني لما بدينا نشتغل بدينا واحنا نقرا كثير، يعني انا يعني صقر وانا ومحبوب وبعد الدكتور سيمان الشطي وسيمان الخليفي مجموعه، احنا كنا مهتمين بالقراءه، يعني نتابع الحركه الثقافيه والحركه المسرحيه والفنون في مختلف البلاد العربية، تابعها باهتمام. ويعني دائما نعمل ندوات ثقافية عندنا، يجونا أساتذة الجامعة زوار مصر من الحركة الثقافية العربية، كتاب، صحفيين، شعراء، دائما مكاننا ما يخلو من مثل هؤلاء الأشخاص. فالطابع الثقافي والاهتمام، وكنا نقرا مجلة المسرح ونتابع فيها يعني النقد التطبيقي ونظريات الجديدة في المسرح، ف يعني خدنا من هالروح هذه الاهتمام بالجديد والمختلف. زملائنا كانوا يملؤون الساحة في المسرح العربي والمسرح الشعبي، كان لهم جماهيرية بحكم انهم دائما حاضرين في التلفزيون في بداياته وفي الإذاعة معروفين يعني، فكان عندهم جمهور واسع جدا. احنا كان لازم نبحث عن شيء مختلف بوصفنا، يعني مهتمين اكثر شوية بالثقافة ودي، حتى ان زملائنا يعني في الفرق الاخرى يشنعون علينا بعض المرات مثل ما احنا نفعل، يعني احنا وياهم بمودة ومحبة، يعني ما صار بيننا يعني خلافات سيئة ولا مؤذية، لكن كان بيننا نوع من ظرف في التعليق على بعضنا. ف
فقدمنا لذلك أعمال مختلفة، ويعني اتجهنا حتى نماذج من المسرح العالمي قدمناها، أما تكويت وإلا قدمناها كما هي يعني. يعني هذا هناك بعض الأعمال بمنقذ التي لا تنجح في بلدها الأصلي، المنتجة في بلدها الأصلي العربي، ولكنها تنجح بعدما أن تعرض في الكويت، ما السبب؟ يمكن هذه يصدق القول في بالنسبة للتبريزي، على جناح التبريزي وتابعه قفة، أنا أعتقد هي اللي ممكن يقال عليها الصفة، لأنه لما أخرجها صقر الله يرحمه وقدمها في مهرجان دمشق، طبعا تعرف المهرجان دمشق مهرجان عربي عام، كل الفرق تحضر من البلاد العربية على اختلافها، تجي يعني من مصر ومن سوريا بلد المضيف، من لبنان، من الجزائر، من تونس، من المغرب، من ليبيا، من كل البلاد العربية، السودان، المملكة العربية السعودية، الكويت وغيرها من الدول العربية، العراق، فيجون كل الناس يجون بأحسن ما عندهم من العروض. فإحنا السنة اللي شغلنا فيها يعني مسرحية على جناح تبريز وتابع قفة بفريق مكون من الفرق المسرحية الأربعة، فرقة المسرح الأهلي تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، قدمنا على جناح التبريزي بطريقة مختلفة تماما، أنجزها صقر رشود بمهارة عالية، ولذلك توجت في المهرجان كأحسن عرض قدم في تلك الدورة. النقاد بما فيهم إخواننا النقاد والكتاب المتابعين من مصر كتبوا عنها بأنها يعني أحسن نسخة لعلي جناح التبريزي وتابعه قفة، لأنها قدمت في مصر في أكثر من مرة، وقدمت خارج مصر في البلاد العربية، لكن نسخة صقر رشود كانت هي النسخة الأجمل والأكثر تأثير بالمتفرجين. يعني أتذكر حتى الآن أنا المسيرة اللي صرنا فيها من مقر المسرح، مسرح حمراء في دمشق، إلى مقر إقامتنا في الفندق، الباص يزفوننا فيه طلاب جامعة دمشق، وفيهم طبعا مشاهير الفنانين حاليا، سلوم حداد ورشيد عساف وغيره، يزفوننا يغنون الأغنية الختامية مالت الفرقة مالت المسرحية، فكان نجاح يعني باهر، ونجاح حتى ألفريد فرج بكى متأثر كثيرا وقال كلام خطير للإذاعة السورية في حينها. فطبعا هذا نجاح يحسب، لكن سائر العروض لا، يعني ما تقدر تقولين عنها صفة. نعم، يعني رفقاء الدرب وزملائك في هذا الوسط وهذا المشوار الناجح هم لهم كلمة اليوم معنا من خلال ليالي الكويت، مداخلات من الفيديو راح نشوفها ونرجع نتواصل معكم مع هذه الحلقة والأستاذ الكبير عبد العزيز الإسرائيلي. خليكم معنا، نوجه لهم تحية الأدباء والمفكرين والمثقفين، وكلمة بحق الأستاذ عبد العزيز السريع. ربما أحدهم هو أحمد الشطي ذكر وقال إنه هو يعرفك بطريقة أخرى ما يعرفك فيها الناس الثانية أو الجمهور، وقال يتمنى لو هذا اللقاء ممكن يسلط الضوء على جانب من جوانب شخصية عبد العزيز السريع ومنقذ اللي ما حد يعرفها عنه. والله يا ليته هو يعني قايل عشان اعرف، لان كل شخص انا وانتم اي احد من الاشخاص له جوانب متعدده، مؤكد يعني جوانب مثلا علاقته باسرته، علاقته باصدقائه، مهتم بالفنون، مهتم بالاداب، مهتم باشياء اخرى، مثلا يجيد التنكيت مثل بعض مثل المرحوم عبد الرحمن الضويحي يعني وخالد النفيسي، لا يمل مجلسهم لان اصحاب نكته الله يرحمهم. فما ادري اذا كان يقصد شيء محدد، ما ادري، لكن على كل حال هذه كانت تربطني بوالده فؤاد علاقه حميمه يعني وصداقه يعني
ما أنساه الله يرحمه. وفجعت كثيرا بوفاته. وطبعا كان يربطني علاقات أيضا بكثير من الزملاء، ناهيك عن علاقتي الخاصة جدا بصقر رشود وبهذه النخبة اللي طلعوا الآن يتكلموا هذا الكلام. لأنا ما يفاجئني، لأن هم أساسا نبلاء ما يشوفون إلا الطيب في الآخرين، ما يشوفون الجوانب الأخرى، يشوفون كل ما يجمل الإنسان في نظر الآخرين فيتكلمون عنه بهذه. أنا ممتن للدكتور خليفة والدكتور سليمان والدكتور سالم عباس خدادة وأحمد الشطي والأستاذ أمل عبد الله، وممتن لكل الإخوان اللي يحسنون الظن دائما بالآخرين، وشكرا لهم ولكم يعني اللي فاجأتوني بهذا الكلام اللطيف. سهل أكثر يا أبو منقذ. وعلى ذكر النكتة اللي يعني أحس أنها موجودة عند أبو منقذ للحين، يمكن إحنا كجمهور ما نعرفها، رفقائك يعرفونها أكثر، لكن سؤالي عن راحل عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه وعلاقتك بهذا العلم الكبير. وعدناه يعني ما من شك أن أحد يجهل مكانته عند الناس. أنا لما حصل على جائزة الدولة التقديرية صلت في تليفون، قلت له يعني أنت كبرت الجائزة، وقلت له أنت شيخ قبيلة الفنانين. فضحك طبعا لما أخذها أستاذنا عبد العزيز المفرج، قلت له ذات الشيء. أيضا كان عبد العزيز الله يعطيه الصحة يعني أيضا لقبت هذا اللقب ويستاهل. فعبد الحسين في كل جلسة من جلساتنا الجادة والمرحة، هذا هو عبد الحسين الشخصية العامة اللي عند الناس، ظريف ولبق. وبعدين هو صانع عرض مسرحي، صانع عرض تلفزيوني. صحيح. هو مو أنا أتذكر إذا في وقت طبعا في السنة اللي أنا كنت عملت فيها بالتلفزيون مسؤول عن قسم التمثيليات في تلفزيون الكويت، عندما كان الأستاذ سعد الفرج في إجازة دراسية في أمريكا، فتوليت رئاسة القسم. وعندما يعني صار موسم رمضان اللي تقدم فيه الأعمال التلفزيونية قبل يعني يمكن بشهر أو أقل حتى، سألني أبو طارق الله يرحمه محمد السنعوسي، قال لي شو جهز لرمضان؟ قلت والله جاهز أنا كذا كذا، اللي عندنا يعني جاهز. قال لي وعبد الحسين؟ قلت عبد الحسين مسافر مو موجود. قال وين مسافر؟ قلت في لندن. قال وين ما في تليفون؟ قلت في تليفون. قال كلمة. قلت ما يمدي الوقت ضيق. قال أنت كلمة. يعني شوف الروح الإيجابية اللي عندهم. فكلمته قلت له أنت متى راح تجي؟ قال لي ليش في؟ قلت له احنا نبي منك عمل للتلفزيون. قال في وقت يعني؟ قلت إذا أنت تقدر. قال لي طيب بس ترى أجركم شوية كل شيء. وكانت الأجور فعلا ضئيلة يعني شيء لا يصدق، يعني حين لو أقول لكم في شيء يفشل يعني. فقلت له أنت تعال ويصير خير إن شاء الله. قال أنا بعد ثلاثة أيام راجع، ورجع فعلا وتحدثت وياه وسمعت منه وبلغت أبو طارق. قال قول له اللي يبيه حاضر بس يلا خليه يشتغل. وفعلا اشتغل، قدم عمل لطيف مسلسل في 30 حلقة خلال 20 يوم اشتغل ما شاء الله. نفس ما تفضلت أبو منقذ وزميلي عبد الله قبل شوي ذكر في بداية المسرح قدمتوا مسرح جاد، لكن لازلتوا تجمعون روح الفكاهة، حضرتك مع صديقك صديق عمرك صقر رشود الله يرحمه، وصلتوا الرسالة للمشاهدين وكذلك أنتجتوا ما أنتم تريدون.
يعني كنتوا تنتجون اللي أنتوا تبونه وقدرتوا مع الوقت أنكم توصلون بالرسالة من خلال أعمالكم إلى المشاهدين، كيف قدرتوا توصلون حق هذه الموازنة؟ احنا في البداية كانت أعمالنا فيها شوية خشونة، نعم، كنا نبحث عن أسلوب مختلف في المسرح، وكنا نقرأ كثير خاصة في النقد التطبيقي، وكنا حريصين على أن يعني نستفز بعضنا ونحرض بعضنا على أن احنا نقول شيء مختلف، لأنه إذا بنكرر ما يقوله زملائنا في الفرق الأخرى يمكن ما نستطيع أن نصل لما وصلوا إليه من نجومية ومن حضور ومن خفة ظل، ما كان بوسعنا أن نصل لذلك، حتى أن إحنا يعني الأعمال الخفيفة اللي قدمناها في مسيرة الفرقة كانت في الفترة الصيفية، يعني نسمي موسم صيفي، إنما في الموسم العام اللي يبتدي بأكتوبر وينتهي في أبريل هذا كنا حريصين على نقدم المسرح اللي يمثل هويتنا ومفهومنا لفن المسرح وما يمكن أن نقدمه، وهذا متساوق أيضا مع ما يجري في الساحة العربية في مصر وفي سوريا وفي المغرب وفي سائر البلدان العربية. قدمنا يعني بهذه الطريقة، المزج ما بين هذا وهذا والوصول إلى صيغة مختلفة مطلوبة وجماهيرية وفي ذات الوقت تحمل الرسالة اللي احنا مؤمنين فيها. هذه طبعا بعد الخبرة والتجربة استطعنا أن نصل إليها، والحمد لله قدمنا من خلالها مجموعة من الأعمال مثل شاطئ ليلة الجمعة، مثل محمد المحطة، مثل ضاع الديش، مثل يعني حققنا فيها الروح الخفيفة اللي ممكن تكون جماهيرية، وفعلا كان فيها عروض امتدت لأشهر. يعني أكيد يعني الحديث مستمر مع الفن والفنانين اللي كانوا موجودين في هذه الفترة، وعندنا الحين اتصال من اكتشاف من اكتشافاتك في عالم الفن والثقافة، وهو رائد في مسرح الطفل الفنان الكبير عبد الرحمن العقل أبو خالد. مساك الله بالخير، حياك الله معنا في ليلة الكويت. حياك الله عزيزين وغالين، بارك الله فيكم على هالطلة الجميلة اللي خليتوني أسعد سعادة ما بعدها سعادة ما شفت أستاذي والإنسان هذا الإنسان أستاذ عبد العزيز، يعني مهما تكلم أقول لكم عنه، هو اللي مكتشف شيء اسمه عبد الرحمن العقل، هو اللي يابني من الأندية الصيفية، هو اللي خلاني عضو في مسرح الخليج، هو اللي دار نجوميتي وخلاني لا أزال أني أنا أحط بين عيوني وهو على رحمة الله عليه الأستاذ صقر رشود. يعني سعيد بوجوده والحمد لله، ألف ألف الحمد لله على سلامته وعلى صحته اللي شفته الحمد لله وهو بصحة وسلامة الحمد لله، عسى الله يطول لنا بعمره ويخلي لنا ذخر علم من أعلام الأدب في الكويت والخليج العربي والوطن العربي. عسى الله يخليك لنا يا أبو منقذ، عسى الله يخليك لنا دوم يا صحيح طويل العمر. أستاذي افتخر اني اقول استاذي، هو اللي اكتشف عبد الرحمن العقل، هو اللي سماني على اسمي اللي هو نقالي الاسم نقالي كل شيء. انا لن يعني اتخلى عن لحظه من لحظات اني ما اقول كلمه في حق هذا الانسان. استاذ عبد العزيز ايش كثر كل ما يشوف لي عمل جيد يشوف لي عمل زين ويشوف لي عمل الحمد لله اديت فيه اداء ممتاز يرفع التليفون يكلمني وهو مريض وهو على فراش المرض. بس الله يشفيك لنا ويطول بعمرك استاذ يا ابو منطق. امين يا رب. ابو منطق مشكور 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 حبيب. مشكور ما فيها مني حبيبي، انت ما فيها انت يعني ما شاء الله عليك ما زلت تمارس العمل وما زلت تقدم عروض بهية، اسال الله يوفقك. واما معرفتي فيك، أنت من البداية كنت خفيف ظل وكنت حبيب وكنت مجتهد وما زلت حتى الآن ما شاء الله تمارس عملك بمهارة، عسى الله يوفقك ليك. آمين ويحفظك حبيبي أبو منقذ. أنا يعني يكفيني شرف أنك أنت أعطيتني أول عمل مسرحي مع مسرح الخليج بطولة ناجية في المحكمة، وهذا شيء بالنسبة لي مو شوية،
وأول عمل تلفزيوني كان مع العضو رحمة الله عليه الأستاذ علي المفيدي، وعطيتوني وخليتوني أشتغل معه هو زغزوغ في مسلسل مسمار جحا، وكذلك في مسلسلكم اللي هو عجاج في مسلسل إنتاجك وإنتاج الله يرحمه البريق المكسور. البريق المكسور إيه البريق المكسور إيه نعم. ما زال يعرض بنجاح ما زال يعرض بنجاح. كل سنة ينعرض مرتين وثلاث نعم الحمد لله. أنا سعيد بهذا اللقاء أني أنت خلوني أتكلم مع أستاذي الكبير أستاذ عبد العزيز. تسلم الله يبارك فيك. الصحة والعافية أبو خالد، مشكور على اتصالك نورتنا. لو عزيز حبيبي الصحة والعافية مع السلامة. حلو هذا الوفاء اللي موجود اليوم لأسماء حضرتك اكتشفتها، لأسماء يعني ساهمت اليوم وكانت وما زالت في يعني إثراء الحركة المسرحية الفنية عندنا بالكويت. أنا يعني عشان لا يأخذنا الوقت بمنقذ، ودي أتكلم شوي على المناسبات الوطنية اللي إحنا موجودين فيها، العيد الوطني وعيد التحرير. كان لك سهرة عن استقلال الكويت الأول 19 يونيو أطلق عليها هذا الاسم، خلينا نتكلم عن تفاصيل هذه السهرة. هذه في قبل يعني يتقرر رسميا ان يصير العيد الوطني والاحتفال يصير في 25 فبراير من كل عام، عيد جلوس سمو الشيخ عبد الله السالم رحمه الله عليه ابو الاستقلال. قبل كان الوثيقه بتمنيت الاستقلال وقعت في 19/6 صحيح ولما صار الاحتفال الأول فيها كانوا الناس في حالة حر شديد، يعني أنا شاهدت أنا شاركت فيه حر شديد لا يطاق، حتى الأمير لما مر بالاستعراض ومعه يعني نخبة القوم كان يعني صعب، حر شديد في 19/6. فتقرر من ذاك الوقت بالجهد لأن عرض عسكري والناس يعني تتأذى صحيح. فقرروا أن ينقلون عيد الوطني من 19 يونيو إلى لي. أنا لما كتبت التمثيلية كان العيد على أساس 19 يونيو فقدموها فعلا، قدمت في حينها ولكن النقلة صارت بعدها. نعم، قبل أن تكون كاتب بمنقذ أنت قارئ نهم وعندك مجموعة كبيرة من الكتب ولك مكتبة مشهورة راح نشوفها في التقرير الجاي، لكن بعد الفاصل ثم نعود للأستاذ عبد العزيز سري. إذن نرجع لحديث مع القدير عبد العزيز السريع، وبما أن شفنا المكتبة وشفنا وكيل الإذاعة في وزارة الإعلام، برنامج خير الجليس برنامج يعرض الكتب في إذاعة الكويت، كيف كان دخولك الإذاعة بمنقذ؟ الإذاعة علاقتي فيها قبل هذا البرنامج بوقت طويل أو سنوات طويلة يعني. نعم. أول مرة أتعرف على الإذاعة وأدخلها دعوة وجهت لنا في السنة اللي أسست فيها إذاعة البرنامج الشعبي من إذاعة الكويت، يمكن 63 يمكن 64 يعني بهالحدود، ما على وجه الدقة ما يقدر عين السنة لكن بهالحدود 63 أو 64 وجهت لنا الدعوة وحضرنا الإذاعة. كان رئيس الإذاعة الشعبية في وقتها جاسم شهاب الله يرحمه، واللي ينوب نائب ماله أيضا نجم عبد الكريم، دكتور نجم عبد الكريم الله يعطيه الصحة. دعونا كناس مهتمين بالكتابة ان احنا نشوف يعني شنو البرامج اللي ممكن تصلح. كان ضمن الحضور طبعا انا وصقر ومحبوب عبد الله، وكان محمد الفايز الله يرحمه الشاعر، وكان خالد سعود الزيد. فكانت هذه النخبه وقدمنا مجموعه من الافكار، وفي واحد اسمه احمد درويش ما اعرفه عنه شيء الحين،
وابتدينا صرت من الإذاعة من هذا اللقاء اللي دعينا له. بعد ذلك عاد عملنا مسلسلات، عملنا يعني سباعيات، عملنا 13 حلقة، عملنا تمثيليات يعني قصيرة. يعني مثلا أنا عملت حوار اسمها حوار، كانت سعاد عبد الله وصقر رشود أيضا اثنين في الإذاعة، ولقيت صدى. يعني أنا استغربت يعني. بعد ذلك طلب مني حمدي فريد الله يرحمه أني أحولها للتلفزيون، فقلت له ما أنا مسوي فيها أي شيء، لأن هي كتبت بهذا الشكل. قال لي أنا أعملها تلفزيون، قلت له خلاص. قال لي عاوز بس وصلات كذا، قلت له ما في. تصغر فيه ما في، هي هذا الشكل. وعملها؟ عملها لأن أنا أعطيته حلول. قلت له ممكن نعوض في النقلات عن هذه بالصور الفوتوغرافية. عاد هو فنان الله يرحمه، يعني كان مدهش عبد فريد، وله أثر في الحركة الثقافية والفنية في الكويت. صحيح. قال إيه؟ قلت له صور. فبق عيونه بطريقته وقال يعني هنقطع في الصور. قلت له آه، كان يقول والله فكرة، وفعلا نفذناها. نعم. وهي تمثيلية يمكن قصيرة، يمكن اشارت لها بالساعة سعاد عبد الله. صحيح. الله يعطيها الصحة. امين. اشارت لها اللي هي بطولتها هي وصقر بالإذاعة، كان اسمها حوار، ولما تحولت للتلفزيون صارت كلمات متقاطعة. اي نعم، هذه هي الكلمات اللي تكلمت. وعلى طاري يعني حمدي فريد رحمه الله عليه، ايضا كان العمل في هذا الاستديو، استديو 800، وهو اول عمل من تاليفك في هالاستديو بمنقذ الملايين، الحظ والملايين. نعم. خلينا نتكلم على هذا العمل اللي كان في هذا المكان اللي احنا موجودين فيه. يعني هذا كان حلم من احلامنا ان نشوف استديو بهالحجم. أنا متحسف إنه ما يستغل كابلاتوه يعني لأعمال مهمة وكبيرة، لأنه إحنا لما اشتغلنا في التلفزيون القديم اللي على السيف كان يعني ما عندنا استديو، استديو يمكن 200 أو 400 أكثر، وأكبر واحد 400، هذا 800، هذا ممكن تمشي في سيارة، ممكن تسوي فيه كل شيء، يعني عظيم. احنا مستغلينه لبرنامج ليالي الكويت الحين. يعني احنا قاعدين فيه الان يعني. أنا بصراحه طبعا مستمتع بالحضور معاكم. الله يسلمك. وبنفس الوقت يعني انا اعتبرها لفته، واطل على الناس وعسانا ما نكون ثقلين عليهم شويه. الا اني كنت اتمنى انه يبقى استديو للدراما. الدراما ايه. اغلب الفنانين يعني يناشدون في هذا الشيء، انه يظل مثل هالاستديو وغيره، الا انه شافوا اعمال يعني جميله موجوده. نعم. وقدمت لي الساحه الفنيه الكويتيه. على طاري نفس ما تفضلت لدراما بمنقذ، قدمت عده اعمال دراميه للتلفزيون. هل انشغالاتك الكثيره وراء قله كتابتك للدراما، بما انك تتمنى يكون في استوديو مثل هذا للدراما؟ والله شوفي، يعني انا توقفت عن الكتابه الدراميه سواء مسرح او اذاعه او تلفزيون سنوات طويله، منذ العام 1975 توقفت. 75 قبل 75. 75 في ناس ربطوها براحل صقر رشود، لكن حضرتك توقفت قبل. اي انا توقفت 75، وكنت بلغت صقر في عينه. اي نعم. شنو كانت ردة فعله؟ لاني راح احتاج 5 سنوات عشان ابتدي اقول شيء مختلف، لاني ما حبيت اكرر نفسي واكتب يعني على نفس لي، لان كان عندي محاوله وبديت فيها، كتبت فصل ودخلت في الفصل الثاني وكتبت اجزاء كبيره منه، وحبيت اعرف انطباعات اقرب الناس لي. صقر سمان الشطي، الدكتور محمد حسن عبد الله على وجه الخصوص، سمعت كل واحد على انفراد،
هذا يقول الله أتذكرني بعد الشهادة، وهذا يقول الله أتذكرني. قلت إذا أنا قاعد أكرر نفسي سأتوقف. وزعتها طبعا زعلوا جدا كلهم، ليش؟ بالعكس خلاص أنا أمسك عن الكتابة 5 سنين عشان أغير يعني وأقدم شيء مختلف. فيعني استمريت إلى أن فجعت بحادثة المرحوم صقر الشود. بعد صقر صار يعني ما عندي يعني انصراف عن كل شيء، يعني كانت الفاجعة ثقيلة علي حقيقة. رحمة الله عليه. وأكيد يعني الساحة الفنية أكيد خسرت وجود المؤلف والكاتب الكبير عبد العزيز السريع في هذه الفترات اللي مرت على الكويت، ولكن أيضا احنا يعني فخورين بوجود قامة إعلامية وثقافية مثلك عندنا، واليوم احنا متشرفين بوجودك في ليالي الكويت. كل شكر على وجودك ومنقذ، ما قصرت على هذا اللقاء. مشكور، وأنا أشكركم كثير، وعلى فكرة برنامجكم ناجح. الله يخليك. وانتم ناس كثير مهذبين، ويعني نفتخر فيكم. يعني ما عليك زود، تلفزيون الكويت احنا شهدنا من البدايه مجموعه كبيره من مقدمين ومؤدي البرامج. الان الحمد لله يعني تلفزيون الكويت الان فيه وجوه كثيره من الشباب والشابات المتالقين واللي قاعدين يضيفون بسمه ومعرفه لكثير من المواطنين. شكرا لكم. شهادة نعتز فيها الأستاذ الكبير عبد العزيز السريع، شكرا جزيلا لك. والحديث مع قامة مثل عبد العزيز السريع لا يبل عبد الله. صحيح. لكن وصلنا حق نهاية حلقتنا، وقبلها راح نروح مع زميلتنا زينب يوسف وفقرة تيسر. أكيد نشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة باكر. تصبحون على خير. فما الله. في أمان الله.